بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي المنهاجي المصري القاهري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. وما زلنا في النوع 25، علم مرسوم الخط. في حذف الياء تكلمنا بالأمس أن حذف الياء فيه أنواع، الأول محذوف في الخط ثابت في التلاوة، وينقسم لقسمين: ما هو في ضمير المتكلم، وده تكلمنا عليه بالأمس، واليوم نتكلم على المحذوف ويكون في لام الكلمة، يعني آخر حرف في الكلمة. والقسم الثاني من الضرب الأول اللي هو بيبقى محذوف لمعنى ملكوتي، يعني معنى باطني غير محسوس، إذا كانت الياء لام الكلمة، يعني آخر حرف في الكلمة، سواء الكلمة دي كانت فعل أو اسم، سواء كانت في الاسم أو الفعل. نحو: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الداعي ما يكتب لكش الياء بتاعت الداعي، يكتفي بالكسر بس. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، حذفت تنبيها على المخلص لله، لأن الدعاء يحتاج إخلاص، والإخلاص أمر إيه؟ باطني ملكوتي لا يعلمه أحد إلا الله، وبالتالي حذفها لإيه؟ لبيان ما تعلق من غيوب الإخلاص في قلب المؤمن حال دعائه. حذفت تنبيها على المخلص لله الذي قلبه ونهايته في دعائه في الملكوت والآخرة لا في الدنيا. وكذلك يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يوم يدعو الداعي إلى شيء اللي هو يوم القيامة، واللي حيدعو ليوم القيامة دي إيه؟ الملائكة، وده دعاء ملكوتي من عالم الآخرة، ولا شك ده أخفى الياء ولم يكتبها. وكذلك يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وشهيد في وسعيد في سورة هود. يوم يأتي كتب تاء بكسرة بس، كتبش الياء، هو إتيان ملكوتي أخروي، لأن برضو إيه؟ يوم القيامة أمر لسه لم يظهر بعد، متصل بما وراءه من الغيب. وكذلك من يهدي الله فهو المهتدى، هي ايه المهتدي؟ المهتدى. وكذلك لأن الهداية أمر برضو باطني في القلب لا يعلم أحد. وكذلك والباد في سورة الحج حذف لأنه على غير حال الحاضر الشاهد، وقد جعل الله له سرا. الباد اللي هو جاي من البادية يعني، والبادية بالنسبة للي في الحاضرة غيب لا يرونها، كأنه مختف في البادية يعني، والبادي. وكذلك كالجواب، جفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا على داود شكر في سورة 7. جفان كالجواب، الجفان جمع جفن، والجفن اللي هو ايه؟ الطبق المسطح كده، عارف الطبق اللي انت بتحط فيه سلطة تلاقيه مسطح كده شوية، هذا اسمه جفن. فكان الشياطين والجن تعمل لسيدنا سليمان الطبق ده قد الجابية، قد بحيرة من الأرض. الجابية اللي هي المكان الذي يستنقع فيه الماء في الأرض، تلاقيه متسع قوي، يعني حاجة كده تنام فيها، واخد بالك؟ كالجواب، هي أصلا كالجوابي من حيث التشبيه فإنه ملكوتي، إذ هو صفة تشبيه لا ظهور لها في الإدراك الملكي.
أو الملك. وكذلك يوم التلاق، التلاقي يكتب لك التلاق، وكذلك التناد، التنادي يكتبها التناد، كل ده بغافر، كلاهما ملكوتي أخروي. وكذلك في سورة الفجر والليل إذا يسر، هي يسري يسر، وهو السرى الملكوتي الذي يستدل عليه بآخره من جهة الانقضاء أو بمسير النجوم. وكذلك ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام، تعتبر من حيث هي آية يدل ملكها على ملكوتها، فآخرها بالاعتبار يتصل بالملكوت بدليل قول إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد، يعني هي أصلا بتسير فوق الماء بقدرة الله، لأن مع ثقة لحجمها إلا أنها لا تغوص، فدي آية من الآيات. وكذلك حذف ياء الفعل من يحيي إذا انفردت وثبتت مع الضمير، مثل من يحيي العظام وهي رميم. من يحيي أنت بتقرأ ياءين لكن تكتب ياء واحدة، قل يحييها، شوف أثبتها بقى لما إيه، لما بقى فيها ضمير متصل أثبت الياء المحذوف فكتب ياءين عشان فيها ضمير متصل. قل يحييها الذي أنشأ أول مرة، لأن حياة الباطن أظهر في العلم من حياة الظاهر وأقوى في الإدراك. ودي الأمثلة اللي فيها ياء الكلمة تبقى لام الكلمة وحذفت سواء كانت اسم أو فعل. وغدا نتكلم على الضرب الثاني الذي تسقط فيه الياء في الخط والتلاوة، نتكلم على هذا النوع الثاني إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكري الغافلون.